عبيدك يا عبيدك. حياكم الشباب، كلموا الشباب. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في فقرة روح، معكم محمد بن ناصر المري البزنس 2 بدلا من الأستاذ عبد العزيز الزهراني أبو غلاء، أكون له شاكر إن شاء الله. اليوم نقدم ما يرضي المتابعين والمشاهدين ويرضي أبو غلاء إن شاء الله. الله يحييكم يا شباب، أنت الله يحييك. حياكم، نبغيكم هنا ولا عليكم أمر. الله يبقيك. بخصوص التوزيع ننطر شوي لان حياك يا بس تبقى. شلونكم يا شباب؟ شو اخباركم؟ هذا سبب تاخيرنا. ما يحتاج. مرحبا بك، ترحب بمطر. سريع. مرحبا بكم ومسهلا. خلنا بيجي كرسي. اول شيء يا شباب الله يعطيكم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله انا بقدم، انا اكيد اني ما راح اوصل الى مستوى ابو غلاء، ولكن احنا ان شاء الله احنا آملين احنا نقدم على اتم وجه وافضل، وان شاء الله انكم انتم بمشاركاتكم بكلامكم الطيب ان شاء الله انكم تنجحون معنا الفقره. الشيء الثاني اتكلم عن وقف الصدقه الجاريه في البلد الحرام، تابع لجمعيه الاهليه بالمضيلف في مكه المكرمه، قيمة السهم 150 ريال مثل ما تعرفون. عندي كذا سؤال، بما أنك أبو عبد الرحمن في جنبي، فضل الصدقة فضائلها واجدة، أبغي فضل واحد من فضل الصدقة. الصدقة تطفئ غضب الرب، وما نقص مال من صدقة. بعض الناس ما يتصدق يخاف من ماله يخلص، مهما كانت لو عندك 5 ريال تبرعت بها، تأكد الرب بيعوضك بأضعافها بإذن الله. الله يجزاك خير، فعلا الصدقة تطفي غضب الرب وتبارك إن شاء الله في الرزق وتبارك في العيال وفي الحلال. أنا من مواقف لي أنا يا محمد واجد، أول شيء أنا مثل ما تعرفون عندي أخي سعيد الله يشافيه يا رب العالمين، وداووا مرضاكم بالصدقة. الموقف اللي صار بيني وبين أخي سعيد كان عن طريق أمي الله يحفظها يا رب العالمين ويحفظ أمهاتكم ويرحم المتوفي منهم. كانت تتصدق بنية شفاء، اللهم لك الحمد. كان هو في غيبوبة لمدة 7 شهور، كنا يوميا نروح للمستشفى مع أمي، وكانت كل صبح تتصدق. فأنا قلت لها يعني من باب أني أبغى أخفف عليها، والأم مدرسة كل يوم تعلمك، فقلت لها ان شاء الله نحن اليوم يعني ما لازم نحن نتصدق، بنروح وبعدين. قالت ولدي هذا شيء مهم انك انت تسوي، وعلشان اخيك يشفى ان شاء الله فانت تصدق بنيه شفاء. ومن ذاك الوقت الى ذا الوقت وانا كل ما شفت لي شخص احبه ولا شخص عزيز علي اتصدق بنيه شفاء. احنا ان شاء الله كلنا كل اللي حولنا عزيزين علينا، فالصدقة أجرها عظيم إن شاء الله. إحنا اليوم أول شيء أبو غلاء الله يعطيه الصحة والعافية دائما يدعم الشباب ولا هي بغريبة عليه أبو غلاء. أول شيء أنا أشكره من هذا المنبر لإتاحته الفرصة لمحمد بن ناصر أنه يقدم هذا الفقرة، يقدم هذه الفقرة، وإن شاء الله أنه هذا شرف لي عظيم لو ما أطلع من المسابقة إلا بتقديم فقرة روح اللي هي عن الصدقة، وفي مكان أستاذي عبد العزيز الزهراني أنا أكون إن شاء الله أني رابح. الشيء الثاني تستاهل خير. الشيء الثاني عندنا
مثل ما علمتكم، ولكن احنا ننتظر. احنا مسوينا مبادرة وقت سفارتي انا واخي معاذ، وقت سفارتي حطينا ان كل شخص منكم كمتسابقين له رابط تتصدقون. ارحب يا خلف، حياك. فكل شخص منكم عنده رابط يتصدقون عن طريق الرابط. اعلى شخص تصدق من عن طريق ذا الرابط ياخذ نقاط. احنا اليوم ان شاء الله مخليكم من النقاط. عندنا بعد اعوذ بالله من الشيطان، عندنا قبل الفيديو عندنا المنافسة اللي انتم تعرفونها، سفراء فينا خير وسفراء المراجل. بس انا اليوم حيادي بما اني ارشح ابو فراج من غير قصور في الموجودين. يا سلام يا سلام، هذا اللي احنا نبغيه. الكنترول معنا. طيب اي بنبداها على الشاشه. تطلع على الشاشه صح؟ هذه هي طبعا. طيب اولا انتهز لي الفرصه واشكر فريق دعمي اللي شاركني في ذا الفقره. طبعا كثيريه الاسئله بترتيب فريق الدعم، انا اشكره من هذا المنبر اللي وقف واللي جهز واللي تعب، وان شاء الله نحن نكون عند حسن الظن. الحين احنا عندنا اسئله، عندنا فعاليه كذا بسيطه، سؤال لكم وسؤال لهم. انا ابغي بس سفراء المراجل يوقفون في جهه وسفراء فينا خير يوقفون في جهه. معاذ موجود عندي، اللي في فينا خير على ذا الكرسي، اغلبهم نفسي بس فلاح اللي بي اللي ماسك. ماجد معنا فينا خير اي مع المراجل. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. اذا انتم انا ابغيكم ان شاء الله ما تتحمسون علشان سفراء المراجل يفوزون عليكم. لا يا بنت صح لا بس انا بنقول جاهز ابو مريم؟ جاهز. انت ابو مريم جاهزين يا فريقنا؟ جاهزين. كفو عليك. جاهزين يا فريقنا؟ ما شاء الله عليك. الله يحييك يا ابو منير. يلا اعطونا السؤال الاول. لا صبر، علشان عشان تدرون اني انا حيادي، اني انا منبه. عندك معاذ وعندك فيصل، العبوا حجره ورقه مقص. السؤال الاول لكم. قايوه. السؤال الاول عند سفراء المراجل، طلعهم معنا على الشاشه وعليكم امر. السؤال الاول، ما هي الصدقه الجاريه؟ جاوب يا فلاح. الصدقه الجاريه يعني مستمره. اول شيء افتح مايكك. يلا شيل شيل ودي امام مفتوح. يمكن انها مطفى اساسا ما شقل. جيت ها عندي. الصدقه الجاريه الله يطول عمرك هي اللي مستمر اجرها، يعني ما هي مثل الصدقه مثلا لو واجهت لك عامل او حتى لو مات الشخص صنع الذي او مسكين او تعطيه وخلاص هو بيقضي لزومه فيها، لكن الصدقه الجاريه هي موقوفه ويستمر اجرها الى ما شاء الله. هذه الصدقة الجارية سميت. طيب. الجارية لجريان أجرها. طيب. واستمراريته. طيب. بما أن هذه إجابتك، إجابتك ما اختلفنا عليها.
وانت تستاهل نقطه. لكن الحين عنده النقطه اللي هو مايكه مطفى وللحين ما شغل. هل انت تشوف انك انت تستاهل النقطه ذي؟ ما علي عطني نقاط خلني اعوض قفله المايك. استاهل زمراء المراجل. سجلوا عندكم يا كنترول. السؤال الثاني عند سفراء فينا خير. يا مرحبا. عطنا السؤال يا ناس. عطنا الثاني. تعطيني اياه على الشاشه. قول السؤال. ما هي شروط الصدقه؟ يلا يا فينا. ما هي شروط الصدقه عند ابو عبد المسلم؟ شروط الصدقه انك اولا تكون مسلم حتى تقبل منك. الامر الاخر انك انت صدقه هذه تصدق على مسلم. المسلم اللي يعرف انه اولى بالصدقه. وكذلك الامر الفلوس لابد انها تكون حلال. صدقه تكون حلال. انه يكون فقير. انه شلون؟ انه يكون طال عمرك اللي تصدق اكيد انه يكون فقير. شو رايك؟ محتاج اكيد يعني. يستاهلون سفراء فينا خير. يستاهلون. السؤال الثاني. ببي. اعطيني اياه على الشاشه. انا ابغي ناس مهيب مراجعه، ابغي ناس مهيب مذاكره. ما هي انواع الصدقه؟ ابو منير الجواب. انواع الصدقه؟ الجواب عندك. فيها صدقه مال، فيها اكل، فيها ملابس، فيها اشياء انواع. انت تشوف ان اجابتك صحيحه ولا خطا؟ ايه صح. انواع الصدقه مال، اكل، ملابس واشياء انواع. انت تشوف انك انت ان شاء الله بتربح فريقك سفراء المراجع باذن الله. اي والله باذن الله. الله قصد راعي. اجابته صحيحه. الحمد لله. اعطونا السؤال الرابع. اي معك معك. متى يضاعف اجر الصدقه؟ عندك يا عبد. انت متاكد؟ علشان متاكد جاوب. لحظه، هو اللي اختار. بدون تغشيش لو سمحت ابو عبد الناصر. يكون مضاعف عندما يكون سواء في وقت محدد، سواء يعني مثلا في رمضان او ليله القدر، او انه يكون في اطهر بقاع الارض مكه المكرمه، يكون الاجر مضاعف. فهمت؟ او انه يكون ايش مثل الصدقه الجاريه انها تضاعف، يعني يكون مشروع انت دفعت فيه بريال، المشروع هذا يوميا مثلا يظهر منه 1000 ريال، فكل 1000 كل مره 1000 يطلع منه ريال، الصدقه تكون لك انت الشخص. فهمت؟ يعني اجابه صحيحه. ما شاء الله عليك. اجابه شكرا. حلو. طيب نشوف صحيحه ولا لا؟ ما السؤال اللي بعده. عطنا السؤال اللي بعده. محمد ادخل تويتر شوف الهلال كم كان. بندخل الحين. السؤال. ما هي فوائد الصدقة عندك يا ماجد؟ تبارك في المال، وبركة في الأهل، و إن صدقت على نية شفاء أحد بإذن الله بعد الله إنه بيشفى هذا الشخص، ولها فضائل عدة. بركة في المال، بركة في الأهل، بركة في أحد ذكرت حديث؟ والله إني ما ودي أحرف شيء ما نفهمه. أنت تبغى تجاوب تأخذ النقاط ترضون يا ما نقص مال من صدقة. هذه آية. ارحب يا ابو ناصر. او انه حديث ولا ايه؟ حديث. قال بمعنى الحديث عن الرسول تصدقوا ولو بشق تمر. تصدقوا ولو بشق تمر. هو اداء بركة بالمال، بركة بالاهل. عطني حديث عن الشيء ذا. استريح يا شباب. ايش الحديث؟ اخوي محمد يعني انا ارى انه فعلا فوائدها ذكرها وفعلا بركه. حديث ضروري يعني. هو قال اذكر فوائد، ما قال السؤال. السؤال يا محمد سراج قال اذكر فوائد، ما قال اذكر حديث. ما عليه يا ابو سعد. عطنا ابغي حديث.
أبغي حديث. حديث عن فوائد. عن فوائد الصدقة. طيب. ما لك فوائد الإعجاب؟ إيه. شو اسمه؟ ما نقص مال من الصدقة بل يزيد بل يزيد. إلا. ما قلت ما له دخل. أنا قلت هذا. أنت ما قلت هذا. لا قلته. أبو دفع. قلنا منها فوائد فوائد طيب. انها طيب. لا طيب صلوا على النبي انا انسان حقاني بما ان محمد السراج نط وقال انا عندي حديث وجاوب واجابته خطا فيخصم على محمد على فريق محمد السراج حن نبغي واحد اذا طلع هذا اسمع انا بقول اعترض هذه بقول لكم شيء انا بعلمكم لو انها مسابقه ثانيه كان عادي لكن هذه مسابقه مهمه بس اهم شيء ما اخذوا نقطه طيب هم اخذوا نقطه هم اخذوا ليه بس ليه انت اللي انا ابو ناصر شوي خلاص خلاص فينا خير بشكل عام ما اعرف انت خشمك فينا خير بشكل عام علشان انه لازم القائد يوجه الفريق اساسا عشان ما عاد لا الله يا ما تذكر يا ابو ناصر تفضل يا تفضل يا ناصر تفضل انا اللي اختار بمعنى حديث الساعي هذا اجتهاد منك يعني ترى مالك نقطه الحين خلاص خصم على رجل بس الساعي للارمله هو المسكين بمعنى الحديث الساعي للارمله هو المسكين كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر الله يجزاك اعطونا صفقه يا ابو يا ابو ناصر السؤال صفقه انا ابيك تصفق ابي قال طيب ابو ناصر لو جاوبت صار جاي دقيقه يا ابو لا خلاص دقيقة أبو ناصر لو سمحت السؤال كان يقول ما فضاء ما فوائد الصدقة إيه بس السؤال ما فوائد الصدقة يعني ما قال أعطني حديث أنت نعم حديث من عرصي الله يعطيك هذه اللي جابت إيه اللي جابت أكثر قضاء بالرب يغض مصارع السوق أعطونا عندكم سؤال ثاني عايض أنت في وين أنت في وين طيب السؤال هذا عندنا لا عندهم لا للأمان عندهم قيمة سهم الحين هذول كلهم سفراء المراجل نعم يا سفراء المراجل عند موسى الإجابة يا أخوي تفضل يا وياك سهم الفرد 150 150 بما أن احنا خصمنا عليهم وموسى لابس الكشخة هذه نعطيهم 100 نقطة يستاهل لو سمحت لو سمحت متضامن معك نعم متضامن معي قطر بما اني القطر الوحيد في برنامج سعودي لازم نكون متضامن معك طيب يا جماعه حن بنروح ننتقل للايباد يا ابو مريم اي انا ابغيكم ايه في نفس المكان اللي انت قلت لي تعال انا ابغيك ايه ايه قول لا اله الا الله أنا علشان تشاركون كلكم أبغيك ترشح لي منك من فريقك ثلاثة أشخاص وأنت الرابع. الفكرة كالآتي أنا عندي آيبايدين زين تركيب صور هذه من شغل فريق دعم الله يجزاهم خير ويرحم والديهم يكتبها في ميزان حسنات الصور هذه تركيب أنا المفروض أنه يسويها واحد ولكن أنا عشان تشاركون كلكم إن شاء الله كل شخص او ثلاثة اشخاص نركب الصور واضح الفكرة؟ اي بنوقف في المكان تفضل يا ابو ناصر واللي ما اعرف الا الايبايدي انا داري انك انت ما تعرف علشان انا يلا يلا علشان انه هو ما يعرف انا ابغي وليد معي المايك من اول اي لازم افتح مايك طيب انت اختار محمد ناصر انت ومعك ثلاثة واللي ما اعرف الايبايدين لا انت انا وانت خلاص انت بينكم شوي كلكم بتشاركون ان شاء الله احنا خمسه بالله عددنا هذا شوي وفوز على وراك 30 نعم دق ابو سراج مش كلكم ضياء من الفريق كم اربعه غيري أربعة أربعة طيب صح العود هنا عندي لا مكان القلم لي هو طيب باقي لي ثلاثة صح نعم طيب ضاري سنيد عامر منير خلاص أقلهم كذا صح ها تعالوا
لا عبود عبود لا تحتك معه تعال تعال هذا مناقص لا ما نبي تشوفون يا بترول جايبينها ها في واحد بدي يحركها زين ابو مريم شوف شوف صورة معنا يا شباب ها تشوفوني الكاميرا جايبتني تشوفوني باتجاه المتسابقين صح؟ ها يلا شوفوا انا بعطيكم نظرة عامة شوف هذا التركيب التركيب بيكون هنا يعني كل واحد يركب على الاقل اثنين يعني تساوون بينكم ان كلكم انتم اللي تركبونها فهمتوا؟ بس انكم كل واحد يوقف يصفون صف واللي يمسك الايباد يمسك الايباد بالطريقه هذه علشان تجيبه الكاميرا حلو الكلام؟ ها اميل كذا؟ اي بها سرعه ما يبيها اللي ياخذ الايباد يعطيه الشاشه وجه طيب اول شيء عند معاذ خليك تحت عبود على الكاميرا افتح ولايك اي احاول اركب بنتين الحين انا انت الحين شوف هي قسمها عليكم كل واحد يركب كم قطعه عدد التوتل قطع سبع عندك عندها كم طيب واحد ثلاثه في تايمر يا شباب اي اكيد انه في تايمر سبعه ثمانيه تسعه دقيقه احسبها لا لا ما بلش نبدا ولا تو لا باقي 10 14 ما بدينا قاعدين نفككون الصوره لا 17 18 19 شوف الطريقه هذه الطريقه جيبوني يا كاميرا 22 دخلنا تمام بس سهل اول شيء وجهه ايوه طيب طيب صبر لا هم ما بلش خل الايباد عندك انت يا فالح واللي بيجي تاخذه من وراء لا لا اصبر يا فالح اصبر يا فالح اصبر يا فالح لا لا اصبر شوف خليك تحت خليك تحت ما بدي خلكم تحت خلكم تحت شوف شوف فالح خلاص شوف ما بدي وراء 6000 واحدة صبر ما يعدون يا ريدي ترى مسابقه عاديه العبوا خلاص خلكم تحت يا يجوني وانا انت تركب الحين انت تركب مبدئيا وعقب تعطيه خويك يركب نعم هو يكمل كل واحد يركب فهمتوا يلا نبدأ أيوة كذا كذا صبر شوف أنت تركب هنا أنتوا تحت أنتوا تحت أول ما يخلص يعطيك الإيباد وأنت تركب تعال هناك يا أول ما يذمت لا 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 خلكم صف واحد لا ركب اثنين لا تركب أزود من اثنين إيه كيف ركبوا يا رجال ها يبدون يا كنترول طيب محمد يلا ابدوا ساعدوا 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 هذا كذا صح السلام السلام يا غلاف يبي يلا تعال ابو هذه لا هذه كمان تساعد احسن ثاني حمد تساعد 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 اللي بعده اللي بعده اللي بعده تساعدوا بس لا تغطون حط جوا هنا لف كذا لف كذا لف ارفع على يمين عشان يبين عامر ابو ناصر صارت مروه تنصرها الاصليه هذه موجوده وقد انتشرت اي بس نقول ترى مو شرط الترتيب اساس لا احد يمدد كل واحد يمددها راح احنا نمدد يعني صح صح ايوه هذا الشكل لا فيصل لو سمحت شجعنا كلكم صور على المراجع صح على اللي انا شغل بخاطر واحده كذا في الجنب لا يا شباب في النص وتحت هذه الشبيه رد 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 ردي اعطى واحده فيها فتحتين من هنا ومن هنا هذا إيه؟ هذا النص ما هذا 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 اعطي واحده بيدك كمل محمد كمل نسم لا لا
دجه عليك فيها دخلتين اعطي واحده فيها دخلتين دقيقه دقيقه خلاص تعال لا مو بهذه مو بهذه مو بهذه مو بهذه فيها دخلتين هي قفله هي قفله هذه هذه لا 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 تحت 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 لا 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 هذا هذا يلا يا شباب لا مو هذا مو هذا الوقت يداهمنا هذه شوف انت تقدر تجيب سفراء فينا خير يا حطها في النص لنا في النص طيب هذه هنا هنا ارفع الصوره فوق هذه هنا بس شوي لا طيب غصب يركب لا الا غصب يحطها هنا يا عفوا عاد عاد انا ادخل دقيقه يا سلام دقيقه ابو ترى خلاص 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 عندنا تبرعات خلاص الا ركبت شوف خلاص 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 صح حتى هو قال لا ما في هذه تكون فوق ولا هنا هنا هذه صح خلاص فيصل تعال تعال ما تركب ما تركب تعال ساعدهم روح ساعد سفراء الغالي لا ما دخل ما دخل عايض نعم وعاد انت ونايف ساعدوا انتوا فيكم ذكاء لازم قعدتكم ذي ما تعجبني هذه 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 شوف بتفهم السالفه هذه لا تغطون على الكاميرا يا فيصل لا تغطي على الكاميرا لا 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 هذه اللي ايه بالزوايا فيه يلا يا شباب خلصنا يلا خلصنا احنا خلصنا احنا خلصنا عاشوا قدهم بيخلصون خلصنا لا 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 صبر صبر ما خلص انجزنا الله خلصنا وقف خلصنا خلصنا وقف لا لا صراحه والله هم صاحوا ما خلصوا احنا خلصنا ويا بابا بقول هو تابع كم هو تابع معنا كم وقت شوف كم وقت كم مكتوب الوقت كم خمس دقائق 21 احنا 13 انا خلاص قبلك لا لا ابو ناصر من خلص اللي خلص قبل بقول في تايمر خلص قبلك خلنا اول شيء في تايمر شوف في تايمر في تايمر في تايمر احنا مرتبين هم بعد اي مرتبين هاتهم عشان روح للشاشه عشان ترى التايمر يحسب من اول تركيبه انزل غير هذا هم يصحوا على التايمر احنا اللي خلص دقائق و21 ثانيه ممتاز خليك التايمر عندهم خمس دقائق بس متى خلصت الحكم بقول دقيقه بقول انا واقف انا محط شيء في ذمتي واقف وهم قالوا خلصنا عاد عدهم بعد خلصنا ركبنا وركبها عقب قال خلص فعلا خلص لكن عاد خطا انه يقول خلص الحين دول ما خلص غلط هذا ذكاء لا ابو ناصر بديت واجب اسمعني اول شيء في تايمر من يوم تحط اول قطعه حسب شوف احنا اسمعني مو معقول انت شرحت لهم قبلهم بدل قبلنا حلو التايمر اسمعني احنا حركناها احنا عدنا بدون تداخلات بدون مداخلات تبي رد دبلوماسي تبي رد دبلوماسي بقول لك انا بقول رد دبلوماسي في اليه امشي على الاليه قطعهم مربع غير عندك يا محمد بن ناصر لا تنسى ان حركناها بدري ترى في اليه يمشي عليها اول شيء حجب درجات ثاني شيء انا اقول لكم انه يومه يقول انه اربكنا حلو هذه ذكاء منهم ممتاز انه يقول احنا انا دخل بالارباك كنت في قبل نبدا قلت في تايمر صح احكم على تايمر هذه نظام العاليه يا ولد لا جهاز ما جهاز ما جهاز ما بغض النظر عن التايمر طيب الجمهور الحكم خمس دقائق 21 ثانيه بس عطوا بس يا شباب انه هو اعطانا اول شيء اول ما اعطتنا بعدين بدا خلاص اي تطاول
على الفقرة هذه يخصم منك 200 نقطة. ما أنا ما تطورنا دقيقة يا عيال دقيقة. أجلس. ما تطورت عليه. أنا بيني وأنا وياك وقت وجهاز ما يكذب. يعني أنا أكذب؟ أنا قلت الكذوب، قلت بيني إحنا نشهدناك في تايمر، قلت نعم في تايمر وبدينا. بقول لك أنا سألت الكنترول. أنا أنشد الكمبيوتر. قدامك موجود ما له دخل بالجوال. نعم. أجلس. أبو ناصر. نعم. فيه تايمر. فيه أبو ناصر. الحمد لله ينصفنا الجمهور. لا ما دخل تايمر. ينصفنا الجمهور. الصور تختلف. اللي خلص روح خلاص. احنا 30000 محمد طيب انت كنت عندنا يا محمد واللي تشوف مناسب احكي موجود ما عندك مشكله لكن انت موجود عندنا وتعرف انا موجود واتمنى منكم الانصات هذا واحد الشيء الثاني احنا ما دخلنا شيء في ذمتنا وحين برا البرنامج وندخل شيء في ذمتنا في عاش كيفكم كيف احنا بيننا وبينك تايمر شغال وبيننا وبينك جمهور يحكم وهاشتاج عزن الستين انت اللي قاعد موضوع الجمهور ابو ناصر لا تلعب يعني ما عندكم عشان عندكم فكره في قراراته وتسوي شو عندكم فكره في قراراته يوم خلصوا ايبادنا في يدك قد اعطيناك اياه عندنا ثقه ايه يلا 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 قد خلصنا اللهم من ذمتنا بريه ان شاء الله بيننا وبينك جهاز ووقت لا اله الا الله تركيب القطع ابو ناصر عندها مسابقه غوص طيب دخل قبلي ابو ناصر سبح وحسبوا وقت كم عام وقعد كتم نفسه داخل وانا برا جالس ما بعد دخل حسب التايمر والله اخذ الوقت كذا ابو ناصر ودخلت انا عقبه وغصت بعدين طلعت والتايمر عندي اكثر ابو ناصر خلاص قبلي ما اللي فوز ابو ناصر بس انا عدد اكثر دقائق انا غصت اقتنع وقت وجهه لا لا صحيح يا اخوي هي ما هي بدقيقه ما هي من يطلع اول لا احسب اسرع اسرع هنا اسرع انت ما انا اسرع انت لا يا اخوي التايمر حنا اسرع حنا اعطانا قبلكم حنا يعلم الرجال حركنا بدل الله قول له لا 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 بديت لا بديت لا لا خلاص خلاص لا اله الا الله اول شيء حجم ما خلاص الحين ما عاد فيه اعلان الين الى اعطيناكم الشيء تقدرون الضيف حنا مقدرين محمد اصبر قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله الحين ما فيه اعلان الاعلان عند الكنترول يراجعون ويشوفون ونشوف ونحدد طيب وإلى حددنا اسمعني إلى حددنا ممنوع نزل يدي تفضل شخصنا معنا أنت ما هم مهم بكثر ما هم مهم اللي فاز قبل نعم صح ولا لا بعد اللي فاز قبل هو اللي فاز انت الموضوع سواء بالتايمر إن شاء الله مليون الشيء الزين نحن ما نطلع قدام الكاميرا بلقوة وصجة إيه. لا لا نبي نطلع بالحق لك سؤال يا سعادة المذيع ولا احنا بالعكس تقول ممكن إيه. ممكن امورنا طيبة ممكن طيب شخصنا إيه. معنا خلاص خلاص يا خلاص طيب وش رايكم في احسن احنا راضين بحكمك يا ابو ناصر عندنا ترى التايمر ما يحسب ما يهم ما يبدا التايمر تدري متى يبدا التايمر يا ابو ناصر يبدا التايمر من يوم تطبق ما انت فايز ما انت فايز يا بعد ما انت فايز ما انت فايز نفس الايباد الله يجعلني في ذاك عندنا ابي ايش رايكم في احسن من ذا كله درع ب 5000 يطيب خطه يلا لا انا داري داري انك انت هاي كنترول من لا تتاثر بس بوجيههم البريئه ابو ناصر معليش لا تتاثر الحكم بوجيههم البريئه الكاميرا وينها خلني استر العب بالاعصاب ابو ناصر تعطف هذا لا ياثر عليك ابو ناصر العب بالاعصاب لا اللي يسوونه وين معي كنترول ها من غالي رزقه انت قول لي وانا بقوم بالمهمه طيب اتوا الحين زعلانين علشان ذا المسابقه اه بلا منافسه لا لا ابشرك ابشرك اللي يعرف ابراهيم كلهم سفراء المراجل عادي تعطي النقاط ما تعطي راح للمراجل قلت لنا شروط وطبقناها وما قاش ما طبقت هم اللي ناقشوا ما طبقت ما طبقت عطني كلمه عن الوقف ايه ما طبقت خلاص الصدقه الجاريه بلدي حرام الاجور فيها مضاعفه بادر بادر وتصدق في هذا الوقف تنال هذا الأجر والفضيلة العظيمة. الله يجزاك خير يا رب العالمين. من توقعون اليوم عنده؟ أنا شفتك من أول ما أنت على طول نظرت في شخص وأنا أتوقع أنه هو. لا مو بشرط هو قال. على طول طاحت عينك لأن العقل باطن سبحان الله التفت على طول للشخص. الله ينصرنا. الله أنا ينصرنا. عارف يا هو يا ولقت على ربي يا هو ضاري يا هو ولي. أنا شو الحيد؟ وش تقول يا ضاري لو جاك هو طبعاً أنت قد جاك صح؟ لا.
خصم عليك 5 درجات السرير جنب ذا المفروض يكون وانت تطاولت. انت قلت لي لو الشعور ضاع فما بالك لو يجي. الله يجزاك ان شاء الله ويرزقنا ب اللهم امين. نحن ان شاء الله نحن نتصدق ومن يتصدق عنك. فاحنا والله نحن في ذا البرنامج والله احنا كلنا مستانسين وكلنا ان شاء الله كاسبين اجر. والله يجزاهم خير اللي قد تبرعوا عنا. والله يعطيهم الصحه والعافيه. اليوم بنعلن عن درع 5000 ريال الشخص. خلونا نوقف يا جماعه. والله اني انا صراحه ما ابغي من الشيء. روح معه وقف يلا اعلنه ولا عفري اعلنه ولا عفري اعلن اسمه ولا رضخه. تعال يا ابو عشان يختلط الحزن والفرح. فيصل بن طلال. فيصل بن طلال اي والله. حنون ما يدخل غير القمر. طيب لو والله انك تستاهل. تعال تعال يا عبود. عبود تعال تعال يا فيصل. تعال يا اطلق مقدم وبيض الله وجه متصدق. الله يجزاه خير. له اسم؟ له اسم يا كنترول. الله يجزاه خير. فعل خير. بيض الله وجهه. والله يجزاه خير ويكتب اجره. تسالون الطيب. والله يجعلنا عند حسن الظن. والله العظيم من الشعور اللخبطه الذاهب. والله فيصل والله والذي نفسي بيده لو ما نطلع بذا البرنامج الا بمحبه الناس. لا مراكز ولا دروع ولا اي شيء. والله يا محبه الناس انه شيء عظيم. غايه لا تدري انت رحت انت في حتى في مكان عام وابتسم لك بزر صغير ولا قال لك بصور ولا. والله العظيم انه ياتيك فرحه ما علمتها. وان شاء الله نحن كلنا نقرب ذا الشعور. الله يجزاه خير. الله يجزاه خير. ويكتب اجره يا رب العالمين. وبيض الله وجهك يا ابو وجهك. عندنا فيديو نبغي نعرضه. لا في اخر الحلقه ان شاء الله. بس وليد ب 10000. طيب اعطونا ان شاء الله يجينا نقرب الفيديو. الفيديو لفريق الدعم صح؟ طيب هذا ايه يا حياك توجه. اي توجه. اولا خلني اقول كلمه لفريق الدعم بعدين نعرض الفيديو وننهي الحلقه صح يا ابو مريم؟ معاي؟ هاو مريم. اول شيء شكرا ل عبد العزيز الزهراني ابو قلا مقدم فقره روح لاتاحته للفرصه لمحمد بن ناصر. وان شاء الله اني اكون قدمت ما يرضيكم واكون ان شاء الله اني عند حسن ظنكم والقادم اجمل باذن الله. الشيء الثاني شكرا لفريق الدعم. فريق دعم محمد بن ناصر تعبوا معي وبذلوا جهد. والله يجزاهم خير ويرحم والديهم. وان شاء الله نحن نبيض وجيههم بالاداء الطيب في البرنامج. وان شاء الله نحن ما ناخذ خصومات. الشيء الثاني شكرا اللي خلف الشاشات. شكرا للمشاهدين. شكرا للمستمعين. ان شاء الله نخليكم مع فيديو خاص لفريق دعم محمد بن ناصر وننهي الحلقه معكم. الله يبيض وجهك. تجتمع الارواح وتصير في روح والعطاء والخير هذا محله دامت الاعمال تكتب على اللوح. ابتدينا واتكلنا على الله. ابتدينا واتكلنا على الله. كلنا بالروح والمال بيروح والحضيض اللي ملي سجله ما نقص مالنا على الخير مسموح. وعد من ربي يضاعف كله. وعد من ربي يضاعف كله. من أجر اليا بذل واقف الله. اغتنم فرصتك يا مبعد الشوح قبل من يغلق دمعه.
صميم بناصر عقبت جمهورك عقبت مغيرتي.